بأحكام الكتب يحيي الأرواح، وحفظه يمحي كل الذنوب، والتوبة مرهم لكل جرح، والمحبة تستر كل العيوب. أما الفضائل والأفراح بها يكمل كل المكتوب، سيدنا هو رضي بسماح بالمحبة سرع عنا مصلوب. تجنبوا المكسب المذموم، وصلوا عشية مع باكر، واستكفوا بالرزق المقصود كما فعل الابن الشاطر. ارفعوا القرابين في كل حين بعقل حريص متيقظين، وكونوا دائما سهرانين ولا تتهاونوا في شروط الدين. والرؤساء لا تشكوا فيهم لأنهم عنكم سهرانين، يصلوا الليل والنهار طالبين النجاة والخلاص من باريهم. طوبى للرحمة على المساكين، فإن الرحمة تدل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم.